حياكم الله مشاهدينا ومتابعي قناة يو تي في. طبعا راح يكون في عندنا تقريبا 3 طبخات و3 أكلات من برنامج ألف عافية، وراح يكون في عندنا وجبة رئيسية أساسية، وراح يكون عندنا سلطة، وراح أختم أكيد بالحلويات. لكن قبلها أيضا ممكن تصل بينا على أرقام الهواتف اللي راح تكون موجودة أسفل الشاشة، أنا موجود لإعطائكم كل الوصفات وأيضا الطبخات. مثل ما قلنا مشاهدين الأحبة راح يكون في عندنا أرقام هواتف راح تكون موجودة هنا، طبعا راح تكون هذه الأرقام هي المعنية لاتصالكم، يعني تتصلون بنا حتى أعطيكم وصفات طبخات أكلات، كذلك ممكن أنه نستقبل أيضا بعض النصائح المطبخية، وكذلك ممكن شنو الأشياء اللي ممكن نقدم لكم إياها أو نطبخها مستقبلا. اليوم راح يكون في عندي تقريبا أو مو تقريبا لأن تقريبا 3 طبخات 3 أكلات اليوم، في عندي وجبة رئيسية أساسية، وراح تكون في عندي سلطة، وراح أختم أكيد بالحلويات. الحلويات في عندنا كيكة الأناناس راح تكون موجودة أكيد بالفرن، بس كون ما أنساها حتى لا تحترق. طبعا أكيد راح يكون في الوجبة الرئيسية الأساسية يوم راح أسوي مسخن، راح أجي أسوي هنا الروبيان اللي راح نسويه سلطة أو نوع من السلطة تقريبا مثل السيزر أو الكوكتيل اللي هو كوكتيل الروبيان، وراح أختم بالكيكة اللي هي راح تكون في عندنا كيكة الأناناس اللي راح أسويه بالطريقة البسيطة، يعني ممكن أي واحد يشوفنا ممكن يسوي هذا الطبخة. لكن الوجبة الرئيسية الأساسية أيضا راح تكون كالآتي، مقاديرها طريقة تحضيرها، دائما خلوا المقادير عليكم أنتم وتركوا الطريقة علي أنا. نشوف المقادير هنا راح يكون بها، راح يكون في عدة دجاج، راح أستخدم تقريبا 2 حبتين من 1400 كيلوغرام، راح يكون في عدة بصل أيضا 3 كيلوات، راح أستخدم أيضا سماك، راح أستخدم أيضا صنوبر وهو للتزيين، يعني زيت الزيتون 1 كوب، وأيضا زيت نبات راح يكون 0.5 كوب، رشة ملح، رشة فلفل أسود، وهيل 4 حبات، بالإضافة إلى الخبز 1 2 3 4 5، 5 حبات من الخبز حلوين. نوع الخبز استخدمت اللي هو العيش، ممكن أستخدم من الخبز العادي أو ممكن أستخدم العيش، راح يكون أكيد هنا بكيفكم، موجود عيش أهلا وسهلا، ما موجود ممكن أستخدم الخبز العراقي. وأتمنى أكيد الصحة والسلامة لكل المصابين بفيروس كورونا، وأيضا شفاء العاجل لكم يا رب، والوقاية طبعا، الوقاية أنه تلبس جفوف وتلبس كمامات، وأيضا التعقيم وغسل اليدين دائما، يعني دائما خلي فد، إذا كانت 10 مرات سويهن 15 مرة. الكيكة عندي تمام التمام مثل ما قلت، أنه خلاص أنه حتى لا أنساها، تسد النار عليها ونتركها على راحتها. عندي هنا مثلا تقريبا البصل انا تقريبا 3 كيلوات، ممكن استخدم تقريبا 4 أو 5 حبات من البصل. هنا أنا راح استخدم شنو، هنا راح يكون عندي تعاليمي، تعال 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 تعال. هنا أنا الدجاجة انا طابخه او سالقه حتى استفاد من المي مالته، ممكن يقدم دجاج عادي انه ما مسلوق، او ممكن يكون عندك هذا الدجاج هنا سالق القطع هذه حتى مثل ما قلت انه حتى استفاد من المي مالته حتى اسوي الصوص المسخن اليوم بطريقه كلش حلوه. كنا نعرف ان المسخن يعتبر من الأطباق المهمة جدا بالمطبخ الشرقي، كلش مهم بالمطبخ الشرقي. ويا حبيب قلبي نبلش بهذا الطبخة. أول شيء راح أخذ ما يقارب 3 كيلوات أو 3 كيلوات طبعا، ممكن يقول يكون خلينا نقول تقريبا اللي يكون عندك هنا 3 حبات، يعني 4 حبات من البصل. أيضا ممكن أستخدم هنا راح يكون حسب الرغبة كمية زيت الزيتون اللي ممكن اضيفه هنا، راح اضيف كميه جيده من زيت الزيتون، راح اضيف ها هذه زينه، كل زينه حلوين ومقزقزين. هذا شويه راح اجي اخلي هذه ايضا، ايش راح اخلي هنا، راح اخلي شويه زيت مو كلش هوايه، وهم كلش حلوين كلش حلوين حلوين حلوين. اجي عندي الدجاج هنا راح ابلش اتبله بشويه سماق، راح اضيف شويه سماق حلوين. اها الله، هذه بس بالبدايه، بعدين ايضا راح اسوي بطريقه ثانيه تكون كلش حلوه، راح اخلي ايضا شويه ملح حلوين هنا، دلعني دلعني يا حبيبي دلعني اخر دلع، راح اخلي هنا ايضا شنو يا حبيبي، راح اخلي هنا شويه من الفلفل الاسود. مبدئيا هذه البهارات اللي ممكن انا استخدمها بهذه الطبخه
وهي فلفل أسود سماق وأيضا ملح. أجينا راح أضيف حبات من الهيلة، واحدة اثنين هاي ثلاثة وهاي أربعة. هنا أنا حتى أعطي نكهة وطعم للزيت اللي ضفته هنا أنا حتى يكون نكهته نكهة هيل. وهنا أنا تريده فلفل أسود ممكن تخلي حبات فلفل أسود، تريده فلفل أبيض ممكن تخلي حبات فلفل أبيض، تريده بطعم الكزبرة والأعشاب تخلي كزبرة وأعشاب، تحمصهم لبهارات ويا سلام سلم يصير الطعم عندك. لا لا موضوع موضوع كلش جميل. عندنا أنا مي دجاج، شيء طبيعي ما راح أستخدم هنا أنا مي لحم، راح أستخدم هنا أنا أكيد مي دجاج. شوفوا هنا شلون اعرف ان الزيت صار تمام التمام تقريبا، انه اسمع هذه السيمفونيه اللطيفه السعيده الجميله. الزيت صار تمام، بسم الله اضيف البصل، كل البصل يضاف البصل بهذا الشكل. راح اضيف كميه جيده من البصل مو صحيح، تقريبا انا مستخدم دجاجتين اثنين بدون كتكوت، دجاجتين اثنين حلوين. هنا تشوفون الكميه، كميه البصل كل شوي راح تقول شلون راح تستوعب هذه الطاوه هالكميه الهوايه. بس خلي البصل عيني مثل المعدنوس مثل الكرفس مثل الخضره مثل السبيناخ، اجيب لي 10 كيلوات سبيناخ خليهم بجدريه يصير عندك تقريبا كيلو او كيلو ونص الوزن مالك. فبالزيت متخلي بالزيت هنا راح يبلش يذبل، من بعد ما يذبل يكون عندك تمام التمام. انا بعد ما خليته هنا حتى لا انه يقسب مثلا يتكرمل يصير الطعم طعمته كلش طيبين، راح اخليه له ملح. بعد ما خليت له الملح، وين الشكر يا خلدون وين الشكر يا خلدون؟ راح تقول لي اكو واحد يخلي بالاكل الحار المالح شكر؟ راح اقول لك اي طبعا، بس ما راح اخلي لي كيلو، راح اخلي لي رشه حتى شنو يذبل الشكر ويصير مكرمل ويصير ولا اروع من عنده. بيرفكتو بيرفكتو يا عيني بيرفكتو. يلا ناخذ اتصال هاتفي. مرحبا مساء السعاده محمد. الله يساعدك. يا هلا بمحمد يا مية هلا. شلون امورك؟ تحياتنا لك وللمشاهدين. انا اشكرك، تحيات كل اهالينا في ميسان. العائله جميعا يسلمون عليك. الله يحفظهم ان شاء الله، الله يحفظهم. الله يخليك. قول حبيبي شنو الاكله والطبخه اللي ممكن اعطيك مقاديرها وايضا طريقه تحضيرها؟ فدوى قلبك، نحتاج يعني دائما هاي اكله التندوري، دجاج تندوري. تحتاج دجاج تندوري خاصه. والداء ما جاي تضبط عندنا يعني، سهلة سهلة. يطلع البهار مرر مرة، الفلفل القليلة تطلع مو طيبة مرة، يعني كل مرة شيء البريد مكوناته يعني، ونشوف مقاطع باليوتيوب كل واحد يخلي خلطة شكل. نعم نعم. فنحتاج خلطة عراقية يعني عصير. هي ما تحتاج خلطة لأنه خلطتها جاهزة يا حبيبي عيني، يعني خلطتها جاهزة اللي هي بهارات تندوري، هاي ما تقبل غلط. زين ما يقبل غلط، تروح تشتري مجموعه كامله من البهارات. صوص يضيفون وياها معجون اكو بهم يضيفون. هاي اختيارات، هاي اجتهادات بعد شخصي. انا حطيك هسه دجاج تندوري يخبل على اصوله تمام. اصلي من البلد ميد ان انديا. بانتظارك. تمام بانتظارك، ممنونين منك. دلل دلل تحياتنا لك، وان شاء الله يا رب الصحه والسلامه لكل اهالينا في ميسان، ومو بس ميسان، في كل العراق وفي عموم العالم يعني. ان شاء الله يا رب الصحه والسلام، والله ينجينا ان شاء الله من هذا الفيروس اللي مشتغلنا اكس ومربع. نجي هنا مثل ما تشوفون راح ابلش انه اقطع هذه الاشياء كلها، وبعد ما تقطع هذه الاشياء تضاف، يعني مثل ما تشوفون انه انا قطعت له جوانح، بس اهم شيء ما تطير هنا جوانح، بس ما تطير. انا راح اضيف تقريبا ايضا مقدار خاشوكتين، ممكن ثلاث خواشيق حسب الرغبه من السماك. الله يا سلام سلم، هلا 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 ومية هلا بريم الفلة. ورا ما ضفت هنا أنا شوية المواد هذه، طبعا أكيد ممكن نضاف شوية ثوم، راح أخلي أيضا شوية ثوم يعني مسخن شرقي، أكيد شوية ثوم حلوين، لا ظرف قليل من الثوم، قليل من أنتيبايتك، الثوم أنتيبايتك يلعب بطابة للكورونا. شوية ملح هنا حتى لا تتعبيني ولا تعبك فدوى العينك بسرعة ندقي. راح أهرسها شوية شوية، نهرسها بعدين أضيفهم وين؟ راح أضيفهم على البصل مباشرة. خليت هنا تقريبا خليت حباية واحدة بس، وهي اختيارية، أنا ما كاتبها بالمقادير طبعا، يعني ما كاتبها بالمقادير، اللي يحب يستخدمها زينة حلوة، إذا ما يحب يستخدموها أيضا راح يكون حسب الرغبة. ورا ما ضفت على البصل هنا السماك،
راح اجي اخلي شويه الثوم واخلي ايضا شويه من الفلفل الاسود حتى يكون عندي متبل الموضوع هنا او يكون عندي الموضوع هنا بالكامل متبل. هسه نجي الى الالوان الجميله اللطيفه السعيده. يا سلام سليم، راح اضيف باقي عندي زيت الزيتون حتى يكون عندك الموضوع تمام. انا عندي دجاج، انا اوريدي دجاج دائما من اسلق دجاج اسلق وياه هيل، اسلق وياه شويه داسين وبصره واخلي وياه ورق غار حتى شنو هنا انا اتخلص من الزفره تكون موجوده بالدجاج. راح اضيف هنا شويه من زيت الزيتون، طبعا لعبتها لعبه زيت الزيتون اكثر من الزيت، ومثل ما تشوفون انا ضايف كميه كبيره من زيت الزيتون وايضا من الزيت. راح اضيف هنا ايضا شويه هيل، لعبتها ايضا النكهات هذه تقدرون تلعبون بيها، نكهه الهيل، نكهه الزعفران ممكن. وراح اضيف ايضا شنو هنا، راح اضيف شويه زيت. هسه احنا ضفنا الموضوع، الطريقه بسيطه جدا، ابدا مو صعبه. نرجع هنا نبع الالوان، يا عيني كلوزني يابا كلوزه لطيفه حتى يصير الموضوع بيرفكتو بيرفكتو بعد قلبي. الله الله الله، يا سلام سلام. بعد اللون العلم انه بلش يقل الحجم مالته، قبل شويه كان كلش هوايه مو صحيح؟ هسه وين؟ لا فرق. يا سلام سلم، يا سلام. ويلي يا ويلي. الله الحافات هي مو حافه واحده. اي والله حافات. حافات المياه. متروسه بصل الحافات. دلعني بصل يابا، دلعني بصل. تشوفون هنا بلش يذبل. يعني انا تاركه بكميه وافره من الزيت. يعني دائما يعني عندي قلي. مثلا عندي قلي هنا. لما اريد تعالي امي تعال. تعال هني تعال. هلا هلا هلا. مية هلا بريم الفلة. عندي كميه وافره من البصل يعني، وعندي كميه وافره ايضا من الزيت، يعني هوايه زيت. فمن تخلون اي شيء مع الزيت بكميه هوايه راح يتقلى. لكن شوف هنا أنا ذبل وصار الشيء اللي انا اريده، ليش؟ خليت له الملح مباشره وخليت له هنا السكر، حلو الدنيا سكر ويصير عندك تمام التمام. هناك بلشت الفرقعات. بس دقيقه صبري علي نستنى بس نسولف شوي شوي نسولف بس. يعني ما يصير نسولف؟ يلا دللي. راح ابلش اضيف الدجاج متبل مسلوق وكله بزيت الزيتون، ودلعني يا عيني دلعني بزيت الزيتون. الله اويلي عيني اويلي اويلي داد اويلي اويلي داد اويلي يا ذي اجنحه ها خال ودجاجه كامله. دلع اخر دلع. هسه المسخه اللي حدها الموضوع تمام التمام، بعد ما اشوف ان الدجاج بلش لونه يتغير راح يصير عندك حل الموضوع. كميه السماق خلصت ها هي، ممكن نخلي شويه ملح على الدجاج بعد ها هي. خلاص عندي خبز وعندي شويه من راح يكون عندك ايضا خبز هنا، راح يكون عندك كميه حلوه من الخبز. والسوب ايضا راح يكون موجود عندنا هنا، مهم جدا طبعا هالاشياء. السوب والخبز كل هالاشياء مهمه جدا في المسخن حتى تطلع مثل ما انت تريدون. طبعا اكيد راح يكون عندك الموضوع طبيعي بهذا الشكل، هنا الموضوع راح يكون عندك تمام تمام. شو راح اسوي هسه انا؟ راح اجيب صينيه، بس صينيه تكون كبيره طبعا. يلا يا عيني يلا يا به. هاي خاص صينيه، هاي هاي كلش خاص صينيه. ايه الله 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 الله. ايه ده يحصل ده. عندي هاي الصينيه وعندي هذا الخبز. اللي يحب انه مثلا يخلي الخبز محمص مثلا على سبيل المثال ممكن شويه تقلوه يعني، بس انا ما يحتاج اقلي، انا اوريدي راح اشوي ولا محتاج ايضا الدهنه. ليش؟ لانه راح اخلي هنا أنا. لا 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 مش كده مش كده، اوعى وشك اوعى وشك. انا ناخذ هذه لو هذه لو هذه هذه زينه. ابلش اخذ شويه من السوب اخليه على الخبز بهذا الشكل. هذا السوب حار طبعا. بيرفكتو يا عيني بيرفكتو يابا. اشربه بهذا الشكل.
كل واحد له تكنيك معين بطبخ المسخن. انا صراحة يكون عندك مثلا اضافة هذه المواد ممكن يكون عندك هذا التكنيك. شوف البصل يا عيني، يا سلام سلم، يا سلام سلم، يا سلام. لا الموضوع الموضوع كلش لطيف وجميل. نجي نقلب الموضوع اللي هنا. اي عيني اي، هو هذا الكلام الصحيح. فدوى لقلبك، فدوى لقلبك على جمالك هذا. ويلي على الجمال. انت تعالي رادي شوكتك، تعالي انت ما اخذتي حقك، بعدين ارجعك. لا لا بلش اقلب الدجاج، نقلبه. شوفوا شلون صار شكله. اوين يا سلام سلم، يا سلام سلم. انا قطع الدجاج مثل ما تشوفوها بلشت لونها يتغير. صار عندك الموضوع حلو كل شيء. انا عندك البصل ايضا تمام تمام. بس سوى مجال هذه، ترى قميص بس على كيفك، على كيفكم. اهدؤوا الزيت كلش ساخن. شو راح اسوي هنا؟ أنا صار عندي البصل تمام التمام، بسم الله. اجي اضيف البصل بهذا الشكل. يا سلام سلم، فدوى لقلبك. شنو الطبق اللي خبل هذا؟ خلي هنا أنا وزعه تمام وابقي من عنده. اوبا، ناخذ دجاج ونقول الو مساء السعاده. شلون الصحه؟ هلا كيف مساء السعاده؟ مية هلا بريم الفله. فدوى لقلبك حبيبي. اكلتك طبختك، بس قبلها تلبس كمامات؟ وانا احكي وياك قاعد البيت وصراحه ما لبس كمامه. بتحكي الله يخليك. ضروري تلبس كمامه بتحكي وياي. لابس شفوف. سلامة الجميع. اقول لك كيف؟ قول عيني. انا دا واجه ازمه، صالات الجيم كلها معزله، وانا استمرن وما اعرف شنو الاشياء اللي اطبخها حتى احافظ على وزني، ما اريد اصعد. هاي سهله تدلل. فشنو الطبخه اللي تقترحها علي؟ سهله هاي كلش سهله. هسه انا اعطيك طريقه حلوه لطيفه بالطبخ وتكنيك تتبعه وتصير فله. شكرا شكرا. انا اشكرك حبيبي، انا اشكرك. تحياتي لك. انا اشكرك حبيبي، انا اشكرك. تعال شوف هنا الموضوع شلون صار. الله حمودي على التفسير، مودي حمودي على التفسير. الله يخليك، فدوى قلبك. التبسي يابا دلعني تبسي شوية. هاي الضربة الحنينة اديني التتش بتاعك، اديني التتش بتاعك. ما اريد هذا الزيت خلاص. وراها عيني ابلش اضيف لك هذا الموضوع وادلع اخر دلع. اخر دلع يصير عندك الموضوع. احنا دلعني ببصلك يا خلدون، دلعني دلعني يا خلدون ببصلك. ويلي يابا فدوى للهيل اللي دياقع حسان. هذا الهيل لا كلام، هذا الهيل. ويلي يابا، ويلي يابا. وراه يصير عندك بهذا الشكل. طفي النار عليها. يعني ايش هذا الموضوع؟ يعني هذا الموضوع كلش كلش بسيط اصلا. هسه اخذ شويه من التشريب، أدلعك تشريب شوية، أدلعك تشريب شوية. أطراف أيضا أدلعكم تشريب. تقريبا أربع حبات أو خمس حبات من الخبز. والله هاي صار عندك الموضوع بهذا الشكل. راح تقدمه. يلا نذكر بالمقادير، حتى أشويه بالفرن 10 دقائق 15 دقيقة بس وتقدموه المسخن، ولا أروع من عنده. يلا تذكيرة بالمقال. شيلك الطاوات. الله 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 الله، مليانين حنيه هذين الطاوات، مليانين زيت. يلا نشوف. راح يكون في عندي هنا شيء طبيعي دجاج، راح يكون في عندي بصل، راح يكون في عندي اكيد سماك، راح يكون في عندي صنوبر، صنوبر اخر شيء، زيت الزيتون زيت نباتي، راح يكون عندك ملح، فلفل اسود، حيل وخبز. كل هذه المواد مع بعض البعض تعملون المسخن بها الطريقة الحلوه هذه، طريقه عراقيه ها بغداديه. هنا ايش راح يصير؟ الله عندك التكيكه اوريدي صارت. راح اخذ هذه ابلش اشويها، نقولها باي بايز. يا الله باي.
هشوف ايش بالنهايه. بالنهايه هذه الطبقه اللي قدرت اقدمها لكم مشاهدين راح اتركها لمده تقريبا 15 ل 20 دقيقه، من بينها راح نطلع احنا بريك سريع واكيد راجعين مع الف عافيه لهذا اليوم. سامعين بالروبيان احنا اكيد انه يكون مطبق، انه يصير مثلا كبسة روبيان، مثلا روبيان مقرمش، كوكتيل روبيان، لكن روبيان سلطة. خلونا نشوف هنا شلون راح اقدر اسوي هذا الروبيان او هذا النوع من الاكلات اللي راح يكون غنية بالقيمة الغذائية وايضا بالطاقة. خلونا نشوف المقادير الخاصة اليوم بسلطة الروبيان لهذا اليوم، او طبعا راح يكون فيها اكيد روبيان، راح نص كيلو روبيان، راح استخدم ثوم 4 فصوص، راح استخدم ايضا جبن مايونيز بالاضافه الى المي، خردل وعصير ليمون حامض وفلفل اسود. مثل ما شفنا تقريبا هذه المقادير راح تكون خاصه بهذه الطبخه، وهي كلش بسيطه طبعا ابدا مو صعبه. مثل ما تشوفون انه اضافه الروبيان بهذه كنوع من الصوص اللي راح اسويه طبعا وبعدين اغلفه. اول شيء طريقتين اثنين لازم انه ابلش بيهم، انه انقع الروبيان اعطينا كاعطي طعم، والثانية انه اسوي الصوص اللي راح يغلف الروبيان. دلعني يا عيني دلعني، اخر دلع كاستين اثنين حلوين، تتخلى واحدة هنا واحدة هنا، واحدة هني واحدة هني، ايوه ايوه خاشوقة. مثل ما قلت راح يكون تقريبا المواد اللي راح ممكن اضيفها هنا، أنا راح ابلش اول شيء بتتبيل الروبيان. الروبيان ارقام الهواتف راح تكون موجوده اسفل الشاشه، اللي عنده اتصال او اللي عاجبه في اكله معينه ممكن اسوي هذا سالقه، لكن ما سالقه هوايه، سالقه تقريبا 10 دقائق 15 دقيقه كلش كافيه عليه. راح اضيف له هنا فلفل اسود، دلعن بالفلفل الاسود. راح اضيف له هنا ملح، راح اضيف له هنا حامض. ورا ما ضفت الحامض راح اجي اخذ الثوم طبعا حتى اروح الزفره مات الروبيان. راح اخلي ايضا شويه ملح، راح اخلي شويه فلفل اسود على الثوم نفسه، وادقه دقه واحده. هرسني يا عيني هرسني. هذا الموضوع لطيف جدا، انه تبلش تتبل الموضوع قبل ما تضيفه، تتاكد من نكهته وتتاكد من طعمه. يعني الاشياء اللي انا اخليها ابدا مو صعبه، انه اي واحد ممكن يسويها، انه تحافظون على نكهه معينه. هسه الروبيان شلون اني شلون نخلص من عد النكهه مالته؟ هذا اليد هنا بلش خلص. ورا ما اضيف انه ابلش اتبله للروبيان بالحامض وفلفل اسود وملح وايضا شويه الثوم، حيكون متبل عندك بالكامل يا حبيب قلبي، دلعني يا عيني. هذا خلصنا من عده، خليه على صفحه. نجي نبلش بالصوص. دلعني بالصوص. راح اخذ نوع من الجبنه اللي هو يسمى بالفيتا، وممكن استخدم اي نوع جبن اخر، لكن اهم شيء انه يكون كريمي يعني. ورا ما ضفت هذا النوع من الجبن، دلعني بالمايونيز يا خلدون دلعني. اضيف هالكميه الجيده من المايونيز، اخلي شويه خردل هالقد، هاي خاشوقه خردل تمام؟ كلوزني وينها؟ هاي خاشوقه خردل، هذه خاشوقه واحده بس، خاشوقه واحده بس، وتعال بص تدخل هنا. وراها راح اخلي حامض، وراها راح اخلي شويه فلفل اسود او كمون ممكن او كزبره ممكن، وراها راح اخلط المواد هذه مع بعض البعض طبعا واسويهم ميكس راح يصيرون، حتى يكون عندك الموضوع لطيف سعيد جميل. وراها راح ابلش اخلط المواد مع بعض البعض، شويه حذر يسبق الخطر، واخلطهم معاه لحد ما يصير عندك هذه الصلصه. هي عفوا هي لعبتها صوص، لعبتها صلصات يا حبيبي، لصلصات هاي الصلصه لا مو راح تخبل، راح تجنن. ايضا بين ما اخلط الصوص هذا بين ما اكمله ويصير سموثي بالمطبخ، اكو غاز، اكو كهرباء، اكو نار، اكو حطب، اكو ادوات جارحه، اكو طاوات، اكو جداري. شلون
يعني نقي عوائلنا من الأخطار وهذه الأشياء اللي موجودة أو تكون موجودة بالمطبخ. خلينا نشوف سوي هذا التقرير. يمكن لأي سهو أو خطأ بسيط في المطبخ أن يؤدي لنتائج كارثية، فالمطبخ أكثر مكانات المنزل خطورة، ذلك لأن كل محتوياته تتطلب حذرا شديدا عند التعامل معها، بدءا من اسطوانة الغاز إلى المقلاة والطباخ والفرن والأدوات الجارحة وصنبور الماء والأجهزة الكهربائية. يتطلب التواجد في المطبخ إلى اهتمام كبير لمجموعة من شروط السلامة والأمان. أولى تلك الشروط هي المتعلقة بتجنب الحرائق، فينصح بوضع مطفاة حريق والتأكد دائما من إطفاء أي مصدر للغاز. وعند طهي الأطعمة على النار ينصح بعدم ترك المنزل ومراقبة عملية الطبخ إلى حين الانتهاء منها. ويوصي خبراء السلامة المهنية بإبقاء الأطفال والحيوانات خارج المطبخ، وخاصة أثناء عمليات الطبخ وتحضير الأطعمة، فالطفل يمكن أن يؤذي نفسه في حال دخول المطبخ دون انتباه والدته. السكاكين من أخطر الأدوات في المطبخ، لذلك يجب أن تتعلم ربة المنزل طريقة استخدامها بالشكل الصحيح، بدءا من طريقة استخدامها إلى وضعها في المكان المناسب. وعادة ما تستخدم ربة المنزل سكاكين التقطيع والأدوات الحادة في المطبخ، وفي حال سقوط هذه الأدوات على القدمين يمكن أن تتسبب بجروح خطيرة، لذلك لابد من ارتداء الأحذية والملابس المناسبة. وعند تحريك وصفات الطعام على النار يفضل أن يكون ذلك بعيدا عن الجسد، لأن الأطعمة والسوائل المتطايرة يمكن أن تسبب حروقا خطيرة. الأماكن المغلقة اللي مثل هذه تحافظ على مكان السكاكين تكون يعني مؤمنة من الأطفال، وأيضا اللي تكون تقريبا مثل هذه، هذه هسه وين دفن سكينة دفن، ما أعتقد الطفل ما راح يقدر يوصل لها وراح أيضا تجذبها. أخلي دائما مكان عالي حتى لا الأطفال يوصلها، أخلي مثلا بتكون أكو دروج خاصة صعب أنه تنفتح، يعني تكون كل الصعبة حتى أنه تكون خاصة أيضا وتحافظ على سلامتكم إن شاء الله يا ربي ما تشوفون شر. بعد ما يكون عندك الصوص تقريبا أو تكون الصلصة بهذا الشكل، حلوين كلش حلوين، الصوص عندك لطيف. الأشياء اللي ممكن تضاف في هذه الطبق أو في هذه الأكلة هي أشياء بسيطة جدا، أبدا مو صعبة يستوعبها الأكل. نان راح أبلش أضيف اللطافة هنا. هسه هي وصفة الدجاج التندوري، قبل شوي شو سويت بسخن هنا. وصفة الدجاج التندوري هي مثل ما قلت لعبتها لعبة بهارات، أهم شغلة بالتندوري البهارات مالته. البهارات مالته لما تكون تمام التمام التندوري يصير تمام التمام. أول شيء تسلق الدجاج، أو ممكن تنقع دجاج إذا حبيت تجيب صدر دجاج هنا، تجي تجيب بهارات تندوري تقريبا خاشوقة كاملة، خاشوقة أكل من بهارات التندوري، ورا ما تجيب خاشوقة أكل من بهارات التندوري هنا يعني تنقعها مع شوية من الكاتشب حامض صويا صوص، كل هذا خاشوقة خاشوقة، شوية خردل وشوية ممكن من العرق حار، فلفل أبيض، وهنا تقدر أنه تشيشها وتشويها بالفرن. أما الأطباق اللي ممكن تحافظ بها على صحتك أنت هنا، فدائما أنه يكون عندك ميزان في البيت، لازم يكون عندك ميزان أكل خاص بيك بالبيت. يعني سؤال مثلا ساعة معينة أنه أكل مثلا بيضتين اثنين مع نسخ خبزة مع شاي أخضر، أجي على الغداء أكل مثلا 100 غرام من اللحم العجل وخاشوكتين أو 3 خواشق من الرز، يعني يكون كل شيء إلى نسبة وتناسب. هذا الشيء ممكن أن تحافظ أنت على وزنك. دائما قوم من الصفرة وانت جوعان، لا تشبع، صدقني راح تكون أنت تمام التمام. مو إلا تتبن البطن يلا تقول أنا شبعت، لا لا تشبع، قوم جوعان، قوم وانت تشتاق للأكل. هنا راح يكون عندك الروبيان تمام التمام، الأشياء كلش حلوة أبدا مو صعبة، حتى يكون عندك سلطة مثل ما قلت لك سيزر الروبيان، ممكن تخلي له الخس إذا حبيت، أنا راح أخلي له شوية جمالك بالمعدنوس، شوية جمالك بالمعدنوس. هنا راح أضيف الأطراف أيضا شوية معدنوس. وننوح على الاتصالات، الوجبة الرئيسية الأساسية كانت عندك لهذا اليوم يا حبيبي، شنو يا عيني أنتو، سخن دجاج
نوع من الأكلات والطبخات تكون كلش مشهورة ومعروفة في المطبخ العربي والمطبخ الشرقي بصورة خاصة. هنا راح أضيف طبعا أكيد لعبة الروبيان بالصوص اللي تضيفه أو الأشياء اللي تضيفه. راح أبلش أخذ شوية من الليمون الحامض أخليهم بالطرف بهذا الشكل. دلع يا عيني دلع. أخذ اتصال هاتفي. مساء السعادة. مرحبا. مرحب مية هلا بريم الفل. معك أستاذ خلدون. وياك شلون الصحة؟ إن شاء الله تمام الحمد لله بخير. أنت شلونكم؟ الله يحفظك يخليك. الله شنو الأكلة والطبخة اللي في بالك؟ نعم أريد أسألك على شوي اللحم بلا زحمة. شوي اللحم بالنسبة للكباب وبالنسبة للتكة اللي يكون على الفحم. يعني على الفحم سهلة على سهلة عيني سهلة. بس سهل. يعني إنه طريقة الكباب ليش إنه يوقع؟ يعني أكو فد شيء ممكن إنه نسوي بحيث اللحم ما يوقع. وبالنسبة للتكة همنا يعني ليش مرات همنا تنشف يعني اللحمة؟ أكو فد صلصة معينة نخليها لو بس ملح. سهلة للكباب غير؟ اي بالنسبة للكباب وبالنسبة للتكة يعني سهل. شنو الخلطة اللي ممكن سهل. حتى تصير طيبة على الفحم؟ تمام. شكرا جزيلا. أنا أشكرك بالعكس. أنا أشكرك. ربي يحفظك يخليك الله إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا على اتصالك الحلو. مثل ما تشوفون الموضوع هنا أنا كلش بسيط حتى يكون في عندك الطبق لطيف سعيد. هذا الروبيان. الروبيان اللي باع عليه هسه ما يميز إنه هذا سلطة روبيان، لكن هو السيزر أنه تكون مغلفة بصلصة كلش مهمة حتى يكون عندك الطعم كلش طيب، وأيضا كذلك أنك تكون مميز جدا. أما هنا في شلون يكون عندك شوي دجاج، طبعا دائما نعرف سوري شلون نشوي اللحم الكباب وأيضا لحم الغنم حتى يوقع اللحم. لازم أنه تعرفوا أن الكباب حتى يطلع كباب مضبوط دائما أخذه من منطقة الدوش. الدوش اللي هي البطن اللي هي للحم الغنم، هذه أضربها بالماكينة مع اللحم وأخليلها ممكن يكون ربع إذا كيلوغرام كامل من الدوش، ربع كيلوغرام كامل يكون إضافة من لحم العجل. وراها أنه راح يصير عندك تماسك دائما بالعجينة، إيدك بها ماء شوية وتعجنين لها العجينة كاملة. لازم تنعجن عجينة كاملة. ضيفي لها شوية ملح ورشة شوية فلفل أسود، وممكن أيضا إضافة لها البصل يكون مبروش، وإضافة أيضا طماطة مبروشة لكن تكون يعني ما بها ماء. تخلي هذه العجينة من الماء نهائي، يصير عندك متماسكة أكثر. ممكن ترشين رشة خفيفة من الصودا، أو ممكن تنقعين أنت شياشة الكباب بالماء البارد حتى تكون باردة. دائما من الشيء شو حفظوها في البراد لمدة تقريبا نص ساعة، يلا بعدين تقدرون تشوها. هذا النقطة. أما اللحم فشلون يتبل؟ فاللحم ما يحتاج أنه يتبل إذا أخذته من الفخذ، وإذا كان فريش بس ملح ممكن شوية حامض وتكون عندك تمام. أما إذا كان لحم إنه تشوفيه إنه يتأخر يلا يستوي، تعصرين عليه كيوي. نعم تعصرين عليه كيوي أو تنقعيه بالكيوي لمدة تقريبا ساعة وبعدين تشويه، راح يكون عندك أكيد ولا أروع من هذه الأشياء اللي هي ممكن تتبعيها حتى إنه تستوي أو يستوي اللحم. نذكر بمقادير السلطة لهذا اليوم اللي كان في عندي روبيان لكن سيزر. يلا نشوف المقادير. كان أكو عندنا روبيان، كان عندنا كثوم، كان اكو عندنا جبن ومايونيز وخردل، وعندنا عصير ليمون حامض، يعني حامض ليمون حامض فلفل اسود، ويكون عندك الطبخه خلط المواد هذه مع بعض البعض. هذا المكس الحلو يكون عندك تمام. تقريبا الاكلات اللي تنسويها هي كلها اكيد اكلات بسيطه جدا، ما تاخذ من عندك وقت. اول شيء سريعه بسيطه صحيه، دائما الاطباق سهل بسيط سريع وصحي موجود أكيد في مطبخ ألف عافية مع خلد. وأهم شيء يكون صحي. هذا الروبيان مثل ما ذكرت أنه ممكن إضافة إلى الخس، أوكي حلو، ممكن إضافة إلى شرائح طماطة يعني هم أوكي، لكن خيار لا ما أنصح بالخيار لأنه راح يضرب الطعم عندك، راح يكون زفر. مثل ما أنه أنا أجيب مثلا أسوي سلطة التونة من أخلي الخيار قول الأكلة كلها انشالت وانذبت بالزبالة. ليش؟ لأنه يضرب الطعم. مثل ما أنه أنت ما تقدر تأكل دجاجة مع خيار نفس الموضوع، يصير عندك زفر. مو دائما الأشياء بها السلطة يكون عندك تمام أنه تقدر نستخدمها. هنا صار عندك الموضوع تمام. عندي طبخة أخيرة لهذا اليوم، كيكة الأناناس اللي راح نسويها بطريقة بسيطة جدا. لكن قبل هنا المسخن موجود بالفرن، أنه دائما أتأكد من الحواف اللي هي حواف الخبز. يا سلام سلم على الشكل شوي. هسه عندنا شوي تمام يخبل الوضع كلش تمام.
هذه الأكلة من أروع الأكلات اللي ممكن تقدم، اللي هي ممكن الأكلات الشرقية اللي ممكن تقدم إذا كان عندك يعني ضيوف هواية، إذا كانت عندك عازم ناس، النكهة مضمونة، الطعم مضمون. شغلة مهمة جدا في هذا الطبخة حتى تكون هي كلش طيبة، أنه التكنيك مالتها، يعني التكنيك مالتها أنه بالبداية أنه تحمص أنت البصل، وأيضا أنه تقلي الدجاج بعد ما تسلقه، وبعدين تصفطهم بطريقة بسيطة جدا. بالنهاية راح يكون في عدة طبخة أخيرة لهذا اليوم، راح يكون في عدنا أكيد الحلويات والكيكة البسيطة اللي ممكن أنا أسويها بدون ما أستخدم خلاط، اللي دائما أحب أنه أستخدم هذا التكنيك، أنه دائما بالبساطة. لكن بريك وراجعين مع ألف عافية لهذا اليوم. يعني احلى شيء من تسوي لك في الطبخه وتنساها بالفرن وبعدين تجي عليها تلقاها محترقه، لا طبعا ما محترقه. الكيكه الاخيره لهذا اليوم راح تكون من الاطباق البسيطه جدا اللي راح تكون بطعم ونكهه الاناناس اللي راح اسويها لهذا اليوم. الوصفه كلش بسيطه، ابدا مو صعبه، حتى تسوي كيكه كلش طيبه. راح اشوفكم ايضا شكلها شلون راح يكون، وايضا راح يكون الطعم مالتها ولا اروع. يلا خلينا نشوف المقادير الخاصه بهذا النوع من الحلويات اللي راح تكون اناناس. يا ناس، حليب، فانيلا، بيكنج باودر، ملح، طحين، سكر، حلوة الدنيا سكر، وصفار البياض يا حبيبي، صفار البياض وبياض البياض اثنيناتهم نفس الشيء يعني، وزبدة، جوز الهند مجروش مو جوز، وشنو بالله بعد؟ بياض البياض، يعني هو البياضة كاملة وكريمة سائلة، شوية كريمة سائلة راح يكون عندك، أيضا إضافتها راح يكون حسب الرغبة. لكن في البداية أنا في عندي تكنيك في عمل هذا النوع من الأطباق، وهو أنه أول شيء أسويه أجي أخذ الطحين مثلا، بسم الله، يا سلام سلم، راح أضيف عليه الطحين أو الطحين بالبداية، راح أخلي له سكر، حلوة الدنيا سكر، راح أجي أخلي هذا بيكنج باودر ما أريده، هذا فانيلا أريده، بيكنج باودر طبعا راح أخلي شوية بيكنج باودر حتى يكون عندك الموضوع لطيف سعيد، مبروش عليك جوز الهند، راح اخلي شويه للزينه الفانيلا، بعدين بعد ما ضفت هذه المواد كلها مع بعض البعض راح اخلطها خلطا، اخلطني يا عيني، اخلطني اخلطني يابا اخلطني. تجي تقول لي اسوي كيكه؟ لا، اقول احتاج الا خلاط واحتاج الا كهرباء. قومي يا عيني، قومي قومي خلطي هذه المواد زين، وراح تطلع ليش عندك كيكه ولا اروع من عندها. أجل الطريقة الثانية، هسه أنا تأملت الموضوع، صارت عندي هنا طحينك على سكرك على بيكنج باودر على شوية مبروش، أملت الموضوع. راح أجي أخذ تقريبا 3 بيضات بدون كتكوت. هاي بيضة أولى، باي بايز. هاي الثانية أيضا باي بايز. وهذه الثالثة باي بايز. شو أخلي وياها أيضا؟ سكر، حلو الدنيا سكر، شوي سكر، شوية حليب فوق غصنك يا حليب. ليش أنا أضيف هاي الأشياء؟ هي هاي الأشياء لتخليها تحافظ أنه ما تحتاج. أخلي كريمة طبخ أيضا اللي أنت ما راح تحتاجون إلى، أيضا راح أخلي هنا الدهن، ما تحتاجون الى انه تستخدمون مثل ما ذكرت انه تستخدمون خلاط. ليش؟ لانه انا اضيف هذه الدسامه الحلوه اللطيفه في هذه الطبخه. راح اخلط المواد مع بعض البعض، نسوي ميكس. يلا يا عيني، ميكس 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 ميكس، نخلطهم. هسه راح اضيف الفانيلا. ليش اضيف الفانيلا؟ اضيف الفانيلا حتى تخلص من الزفره، تكون موجوده وين؟ تكون موجوده بالبيض، تصير طعامهم طيبين. اكو من يخلي بشاره ليمون حامض، لا تأوفرون الموضوع، لا تخافون، انتم بعد ما تخلون كميه وافره، يعني كميه هوايه من الفانيلا، صدقوني راح تنسون شيء اسمه يعني شيء اسمه زفره بيض. راح اجي اضيف هسه اني الطحين رويدا رويدا، شويه شويه عيني، شويه شويه ارجع اخلطهم على كيف لحد ما يتجانسوا، ايضا شويه شويه
يا سلام سلم. لا كهرباء حبيبي، طفت الكهرباء، قومي عيني قومي، خلطة بسيطة سريعة زين. هلا 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 هلا، شوية شوية تسوي لهم كيك زين، وتسوين كيك أكيد ولا أروع من عنده. خلط المواد هذه مع بعض البعض، شوفوها إذا شفتيها خفيفة ترجعين تخليها بعد شوية طحين. دلعني بالطحين يا خلدون دلعني، مو تخلين طحين هواية وبعدين ها صار ثغينة. لازم تصير خفيفة، شوفي لازم تصير خفيفة. الله يا سلام سلم، يا سلام سلم يا خلدون، يا عيني على الشكل، يا عيني على الشكل. الله الله الله، احترق مسخن واسعاف يا الله، احترقنا اسعاف. خلاص صارت صارت تمام التمام، كلش كافي المسخن، كلش كافي عليك هاي الاشياء. طبعا طريقتها كانت بسيطه جدا، ابدا مو صعب، نهيئ الاجواء، جيبوا سعادات خلنا نحتفل بيها. يلا هابي بيرثدي، جيبوا لنا الشموع. الله لا لا، كلام هذا، هذا كلام حقيقي، هذا كلام مش طبيعي. صار عندك مسخن بهذا الشكل. طريقة تحضيره، مقاديره، وأيضا تفاصيله كان عندك بطريقة جميلة جدا، صار عندك الموضوع بهذا الشكل. شو يحتاج هذا؟ شو يحتاج؟ لا يحتاج قوري شاي مهيل، وهيلني يا عيني هيلني. وينك سيد ذي؟ هيجي هيجي يصير القالب يتغلى فيك الزبد زين، حتى ليش عيني حتى لا تلزق عندك، حتى ما تلزق يندهن بالكامل بالايد مو بالفرشه. وراها راح تضيف هاي الاشياء وانت مرتاح نفسيا انه ما راح تلزق عندك الكيكه. هلا 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 هلا، مو طافي الكهرباء وما تسوين كيك ها؟ قومي يعني قومي قومي يابا، اي والله دقومي سوي لنا كيكه وشويه شاي حار. قومه زوجتك، قومه قومه زوجتك، قومها قولها قومي سوي لنا كيك شويه شاي حار دلع. ناش راح اسوي عيني، راح اقول له هذا باي بايز، شويه اناناس هاي هنا يا ناس، عيني اذا موجود الاناناس اهلا وسهلا، اذا ما موجود اذا ما موجود نقول له باي بايز. ممكن برتقال، ممكن اي نوع اخر من الفواكه، يعني اي شيء عندك فاكهه استخدم لي اياها، كلوزه حلوه لطيفه سريعه بعد ما تحتاج. ما راح تنقلب، اذا قلبتها على الكاميرا راح توقع، خليها سكته. خليها سكته، خلنا ونقولها باي بايز. درجة الحرارة تكون تقريبا 180، لازم يكون الفرن مشتغل فوق وجوا الاثنين، اوكي؟ اوريدي انا عندي الفرن كان يعني كان عندي الفرن اوريدي يعني جاهز. جاهز لانه كنت اسوي به انا المسخن، بعد ما انه اعمل المسخن هنا بهالطريقة هذه يكون عندك تمام التمام. الطريقة كلش بسيطة، ناخذ اتصال هاتفي. مساء السعادة يا مية، هلا بريم الفلة. السلام عليكم. وعليكم السلام، سويتي كيك اليوم ولا ما سويتي؟ أنا الحمد لله تمام. شنو الأكلة والطبخة اللي بباش؟ نعم شلونك؟ أنا الحمد لله، إذا أنت بخير أنا بخير أم هشام. الحمد لله. شوف بسألك، أكل على البسبوسة من أكلها الصريات كلها؟ يا إلهي يا إلهي، سهل هاي سهل، ما حطيش مقادير حلوة لطيفة. عندي تيبس الكليتشة ما تطلع هشة، الكليتشة ما تطلع منفشة؟ لا مو منفشة، هشة يعني هيك شيء. تريديها هشة غير؟ ايه هاي هم سهلة، هشلو بعدين. اشكرك. لا انا اشكرك، انا اشكرك، تحياتي. بعدين يقولون شنو هذا؟ مو يلا تمام، هذه شغلتين بسيطة جدا. البسبوسة ليش ما انه طلعت يابسة؟ لانه بالبداية انه البسبوسة تخلطون اياها، اذا كان عندك هنا سميد ناعم استخدم كوب كامل سميد ناعم، ربع كوب من الدهن او الزبدة السائلة، ربع كوب من الحليب،
ربع كوب من السكر حتى يصير عندك كوب كامل، يضاف مع السميد ويضاف له ايضا بيضايه، ورا ما اجنت هذه المواد يضاف له الفانيلا الحيل وايضا ماء الورد، تتخلى بقالب تنشوه بالفرن نفس طريقه الكيك بالعاده يعني. ورا ما طلعيها من الفرن لازم تسوي لها شيره، وهي حاره ضيفي لها شيره بارده، واذا هي بارده تخلي لها الشيره حاره. اما الكليتشه شلون تصير هشه؟ فانه دائما تخلين لبن مع العجينه او تضيفين قشطه مع عجينه الكليتشه وراح تصير هشه، اضافه كميه اكثر وافره من الزبده ايضا تخلي الكليتشه تكون هشه. بالنهايه هذه الاطباق اللي قدرت اقدمها لكم، شكرا لكل من تابعني، لكن راح نصوب هذه الاكلات والطبخات. لكن قبل شنو عندنا؟ ها كارت جرافت عن شنو؟ شنو اضرار الثوم؟ طلع الثوم الا اضرار يعني، وخاصه الثوم الخام. خلينا نشوف من خلال هذا الكارت. وراها طبعا مثل ما شفتوا انه طلع انه مو بس اكو فوائد بالثوم، اكو ايضا اضرار، وهالاضرار الله يبعدنا عنها. الكيكه تمام حتى تشوفوها انه شلون صارت، جابوا لي استكان الشاي، شوفوا عيني انا يم استكان الشاي ويم المواضيع هذه اللطيفه السريعه الجميله. حاجة اخذ شويه من عندها، بسم الله 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 يا عين الله نانا، شوفوها ابدا مو صعبه. اها حلوه 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 حلوه، تخلى هذا الموضوع هنا زين ويصير عندك الموضوع تمام التمام، ابدا مو صعبه بالعكس كلش سهله، وما تاخذ من عندك وقت حتى تكون عندك كيكه كلش لطيفه. شو تسوي لها خلدون عيني؟ باع هنا الاناناس، شوفوا هنا الاناناس شلون صارت ماخذه طعم الاناناس والنكهه كلها كامله. الله، أنا ليش أنا خليتها على صفحات أنا أكلها؟ الله عليك، استكان الشاي موجود عندك الوجبة الرئيسية الأساسية، استكان الشاي عيني. الله، يلا نذكر بالكيك من خديرة. أنا ناس يا ناس، حليب وفانيلا، بيكنج باودر وملح وطحين وزبدة، بيض وجوز الهند مبروش، وكل هاي الحبشكلات هنا تكون موجودة بهذه الطبخة. شوفوا لنا الموضوع اللطيف هنا بالمسخن اللي كان أيضا من الأطباق البسيطة جدا السهلة والسريعة وبرفكتو يا عيني، برفكتو أبدا ما تأخذ من عندك وقت. ايضا من الاطباق اللطيفه جدا. شو تسوي هالخبزايه يا عيني؟ هالخبزايه هاي اللي بيها التشريب، هاي تتخلى هيجي. هو هنا الموضوع، الموضوع وين؟ الموضوع بهاي السوالف، هاي السوالف هذه، هاي تتخلى هنا ايضا تعرض اياها في دول قلبك. هذه الوجبه الرئيسيه الاساسيه اللي كانت جدا سهله. هذه طبعا اكيد الاطباق اللي كانت جدا بسيطه سهله وسريعه من مسخن لحد اخر طبخه. طبعا اتمنى كتبت كل هذه الطبخات مقاديرها وطريقه تحضيرها، راح اخلي لها الصنوبر على الوجه، حلو يتخلى لها شويه ليمون بالاطراف فوق غصنك يا ليمون. الله دا تكلوزني، دا احسك ما تكلوزني. راح اخلي ايضا شويه من المعدنوس، دائما المعدنوس والطماطم
يحسمون الموضوع. الألوان، ألوانك يا ألوان، شوية فلفل أخضر يكون عندك الموضوع بهذا الشكل. هذه الطبخة الثانية، وهذه الطبخة الثالثة مع الشاي. أكو نخشة بالشاي حلوة. هذه الأطباق اللي قدرت أقدمها لكم لهذا اليوم مشاهدين الأحبة، أطباق كل سهلة بسيطة وأذن سريعة من أول طبخة لحد آخر طبخة. أتمنى عجبكم أو عجبتكم هذه الأكلات المسخنة لهذا اليوم، سيزر الروبيان، وختمت بنوع من الكيك اللي هو كيك الأناناس. تدرون إن شاء الله بحلقة جديدة من الشيف خلدون. من ألف عافية، باي بايز.